تضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين سؤالا تقدم به أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار حول تنامي ظاهرة الاختطاف والاعتداء على الأطفال القاصرين. يبقى الاعتداء الجنسي شيء لا يمكن أن نمر هكذا على الأرقام الدالة عنه، وبالتالي لابد أن تكثف الجهود. هناك 85 وحدة للاستقبال في المحاكم و75 وحدة للاستقبال في المستشفيات، وهناك كذلك اليوم وحدات حماية الطفولة تابعة لوزارة التضامن الأسرة والتنمية الاجتماعية، هناك وحدات للإسعاف الاجتماعي نفس الشيء لإسعاف هؤلاء الأطفال، وسوف نقوم بإحداث مراكز لليقظة والتبليغ من أجل حماية الأطفال من العنف وكل ما ينتابهم من أنواع العنف بشكل عام. هناك تقاطع أو التقائية لهذه المبادرة مع باقي القطاعات خصوصا الأمن الوطني وكذلك الدرك الملكي الذي بادر بإنشاء شرطة قضائية التي يمكن أن تقوم بدور حمائي إزاء هؤلاء الأطفال.